طيب الله. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اليوم يا طارق الخير نعيش مع كلام عليه أنوار النبوة، نعيش مع كلام فيه شيء من الحكمة، مع كلام نحن بأمس الحاجة إليه. وأسأله تعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عندنا متقابلات في الشريعة يا طارق، عندنا متقابلات، هذه المتقابلات ينبغي أن نعيشها في حياتنا وأن نتفيأ ظلالها. ما هذه المتقابلات؟ المتقابلات يعني مثلا، حتى أضرب مثال قبل أن أدلف إليها، تقول مثلا أنا إذا أكلت بشبع، إذا درست أنت درست تنجح. هناك متقابلات وسنن ربانية في الشريعة ينبغي علينا أن نعيشها، وأن يعني نؤمن بتضاعفها حتى تكون قرة عين لنا. أول هذه المتقابلات أمران اثنان لا يدومان للإنسان أبدا، أمران اثنان لا يدومان للإنسان أبدا. ما هما الأمران يا طارق؟ باعتبارك يعني جزاك الله خيرا تساعدنا في هذا البث. الأمران، الأمر الأول شباب الإنسان وقوته مع تمام صحته وعافيته. شباب الإنسان وقوته مع تمام قوته وعافيته. عندما يمدح حبيب حبيبه أو حبيبته، أو يعني يقول زوج كلاما في زوجه، يقول لها أنت كالماء لا تشيخين، لأن المرأة ولأن الرجل يحب أن يبقى قويا، لكن هل هذا يبقى؟ لا. طيب ما دامت القوة لا تبقى، وما دامت النضارة والشباب لا تبقى، وهذه سنن ربانية، قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فإذا قوتك لا تبقى، وشبابك ونشاطك لا يبقى، لا يمكن مهما أخذ الإنسان فيتامينات وبوتوكس وما أدري مين وحافظ على الكتلة العضلية حد المستطاع إلى آخره، لا بد أن يرى أثر الزمن عليه. وإذا وقف إلى المرآة أو أمام المرآة نظر إلى تأثير الشباب أو تأثير عفوا الزمن عليه، فلا يبقى ولا يدوم شباب ولا تدوم قوة. فما دام الإنسان يعلم يقينا أن شبابه الذي قد يكون سببا يعني ضياع البوصلة عنده، وما دامت هذه القوة التي يأنسها في جسده وفي حياته وفي قوته وفي نشاطه، ما دامت هذه القوة يعتقد جازما أنها لن تبقى، كان حقيقا به أن يرعوي عن معصية الله عز وجل، وأن يتذكر أنه تحت مظلة القدر. فإذا شبابك لا يبقى،
وحتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحفظه معظمكم: لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كذا، عن أربع، وعن شبابه. عن شبابه، هو الشباب جزء من العمر، سألوا عن عمره لكن سألوا عن شبابه. حتى قالت العرب: الشباب شعبة من الجنون. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالشباب، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان أسنهم وأكبرهم سنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان عمره 38 سنة، والنبي كان عمره 40 صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، والصحابة كان سيدنا عمر 28، سيدنا علي 17، يعني كانوا شبابا. ولما ذكر القرآن لنا يعني أحوالهم قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولما ذكر الله سيدنا إبراهيم قالوا سمعنا فتى، شب يعني، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وأحاديث كثيرة. هذه الشبيبة وهذه القوة لا تدوم. إذن ما الذي ينفعني؟ قوتي لا تنفعني، شبابي ونشاطي وهذه الأمور التي أنسها الإنسان في جسده لا تنفعه، لا تدوم. فإذن ما الذي ينفعه؟ إذن أول وحدة يا طارق، أمران لا يدومان في الإنسان، شبابه وقوته. ما الذي ينفعني؟ قال اثنان. ثاني وحدة يا طارق، الذي ينفع الإنسان حسن الخلق وسماحة النفس. من محاسن التقدير الإلهي يوم الجمعة أننا تحدثنا عن الأخلاق، وتحدثنا عن نبي الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. لاحظوا، مع أن الصلاة عمود الدين، ومع أن الصيام فريضة وأركان الإسلام كذا، لكن قال أكثر ما يدخل الناس الجنة ما هو؟ قال حسن الخلق. إذا واحد ما عنده أخلاق حسنة، والحسن ما حسنه الشارع يعني الله عز وجل، فليكن على يقين أن صلاة وأن صياما وأن زكاة وأن صدقة لا تنفعه إذا لم يصحبها وإذا لم تثمر حسن خلق. ما قيمة الصلاة عند إنسان صاحب لسان ذرب؟ تحاكي زوجتك، حبيبتك، كذا، حبيبتي، نور عيوني، الله يخليناك، الله يرضى عليك، يسلم إيديك، جزاك الله خير، كلمات يعني أنت متعود تشرب أنت وياها كل يوم قهوة الصبح، بجيب لك قهوة ترتيبات، لما بتقول لا الله يعطيك العافية يسلم إيديك أنت فاجئة وعمل القهوة، هي مو حسن خلق؟ حسن خلق. وأحيانا جبر خاطر، نحن بشعبان، من معاني شعبان الجبر، من أخلاق الحسنة جبر الخواطر، أن تجبر الخواطر، أن تجبر الخاطر، هذه أخلاق حسنة. أما واحد زوجته يعني كذا أمامه، لا هذا مو حلو، أي شيء بتساوي يعني يكسر قوارب التفرد والتميز التي يعني تدفعها في بحره الزوجة، يعني فيكسر هذه القوارب، بدل أن يأخذها ويقول لها ما شاء الله والله يعطيك العافية، أو عنده في العمل يتعامل بخلق. واحد أخطأ، ما في إنسان ما يخطئ، لا بد أن أنتقم، لا بد أن أخذ حظ نفسي، لا بد كذا، هذا مو أخلاق، ما تنفعه، لا ينفعه، لا تنفع لا صلاة ولا صيام لك إذا ما في أخلاق. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة قال أحاسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم الذين الموطؤون أكنافا. من الموطؤون أكنافا يا رسول الله؟ قال الذين يألفون ويؤلفون، اللي هو يعني سبحان الله بالشام يسموه يسر، هني يعني هيك، حتى بالإنجليزي هني طارق يعني عسل، مزبوط، يعني أخلاقه حلوة، يعني هذا ما شاء الله أخلاق محمدية، سبحان الله، تقول ما شاء الله نور الطاعة بوجهه، هذا موضوع آخر، بس بدنا نشوف حسن الخلق في سلوكه.
زوجته عملت له شغلة غلطت معلش سامح، أن يعفو وأن يتجاوز حتى يتجاوز الله عن عثراته. طيب، أول وحدة يا طارق أمران لا يدومان، الشباب والقوة، وذكرت هذا وجاءكم النذير، يعني آيات كثيرة كذا، أمران لا يدومان وأمران ينفعان الإنسان باعتبار أن الشباب والقوة لا تدوم، حسن الخلق. ثانيا قال وسماحة النفس، يكون عندك أخلاق سمحة، نفسك سمحة، يعني هذا الأمر ممكن أنت تسامح وممكن ما تسامح وممكن كذا، سامح. عندك خياران، خيار ممكن أنت يعني يكون فيه إشكالية وتنتصر فيه لنفسك، وذكرت لكم أكثر من مرة أن الثأر صيغة كسولة للانتقام، أما سامح خلاص، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والنبي قال عليه الصلاة والسلام سماحة النفس تظهر في عناوين كثيرة، مع البائعين، مع المشترين، مع بيتك وزوجك وأهلك. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، يعني النبي عم يدعيله، النبي يدعو للإنسان اللي عنده سماحة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، لما بيبيع يسر واحد أخي هذا هيك ثمنه، هذا الموجود بدك ما بدك تصطفل هكذا، يعني في نوع من الغلظة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، شو الكلام أجمله، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، بينه وبين شريكه وخصومه، بينه وبين أهله، بينه وبين أخيه، بينه وبين أي إنسان، يعني خلاص مسامح. سمحا إذا اقتضى، لا أو واحد بده يحاسب هي بدي كذا، يا أخي ناقص زايد خلاص، يعني ما يعني تجاوز في سماحة، فطيبوا بها نفسا. أما في واحد يا لطيف تلاقي بخيل جدا وبيدقق على كل شيء، لن يرى خيرا، هذا صلاته فيها دخن، ولذلك لا يخشع لا في صلاة ولا كذا. إذا ما كان عندك سماحة نفس هذه مشكلة. طيب، إذا أمران لا يدومان في الإنسان، شبابه وقوته، وأمران ينفعان الإنسان، حسن الخلق وسماحة النفس. ولاحظوا الرابطة بين حسن الخلق والسماحة، لأن السماحة من حسن الخلق. الله. ثالثا يا طارق أمران يرفعان من شأن الإنسان، ما الذي يرفع من شأن الإنسان؟ يعني شو هي المواضعات الاجتماعية اللي بقدر أقول هذا إنسان ذو مكانة متفردة وذو مكانة متميزة؟ كيف؟ هل المكانة المتميزة والمكانة المتفردة تكون من خلال كثرة المتاع؟ هل المكانة المتفردة والمتميزة تكون من خلال يعني لبس الماركات؟ انه لا اخي هذا اواعيه كلها براند، هذا ما شاء الله سيارته يعني ما بتطول عنده اكثر من سنه، يعني مشان البرستيج تبعه. سبحان الله، وهذا حتى هذا النفاق الاجتماعي يكون مع الفقراء شيء، ومع المجتمع من اجل المفاخره شيء اخر. يعني مثلا بيروح هو يشتري ما شاء الله، يعني بيفتخر انه بيشتري ماركات وكذا وكذا، بده يروح مثلا يشتري مثلا من بياع خضره شيء، بيضل بيطالع عينه للبياع بيحاسبه على درهم ودرهمين وكذا، ما عارف ايش خير ان شاء الله، وبيروح مثلا بيساوي طعام طويل عريض بيرميه قدام اخيه مشان البرستيج تبعه، يا ريت بياخده بطعام الفقراء، او يعني فهذا نفاق اجتماعي. هون بحاسب الفقير الدروشان بحاسبه على الدرهم كذا، هون بس مشان يعني المفاخرة. هذا يرفع الإنسان؟ لا، الذي يرفع الإنسان يا طارق أمران، الأمر الأول هو التواضع. التواضع، التواضع، نحن نقرأ في كتب العرب التواضع مصيدة الشرف،
لو رأيت أكبر عالم من علماء القرآن لكنه فظ غليظ بيتكلم مع الناس من الطابق ما أدري مين وأنت وإيش وكذا هيك بيجلس على كرسي عظيم وأنتوا بخاطب الناس وأنتوا حتى في يعني حكيت لكم مرة نحن طلاب علم بالخطابة بدك ما تحاول تتجنب ضمير المخاطب رغم أنها خطابة ما تقول للحاضرين أنتم خاصة إذا بدك تتكلم عن أمر سلبي بدك تأشر إذا كان موضوع سلبي تؤشر إلى مكان آخر ليه؟ لأنك أنت عم تخاطب الناس يكون في أدب أما شفت الحال إن كان واعظا إن كنت واعظا كن متواضعا ولا تظن نفسك أنه أنت مثلا أنك أنت ما شاء الله أحسن الناس وأعلم الناس لا إن كنت واعظا فكن متواضعا إن كنت طبيبا كن متواضعا تواضع لرب العرش علك ترفعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما خيره ربه بأن يكون نبيا ملكا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا عبد آكل مثل ما يأكل العبد وأنام مثل ما ينام العبد ودخل عليه أعرابي خاف ارتعب ارتعدت فرائصه قال له هون عليك طول بالك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة يعني أنا ابن امرأة بسيطة كانت تأكل اللحم المجفف بسيطة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام متكبرا مع كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كونه مؤيدا بالوحي الواحد منها لا إذا أرى له كلمتين شوف حاله على الناس وإذا الله عز وجل أعطاه مال لا مين هذا ومين هذا أحسن الظن بالجميع الله عز وجل يرفع قدرك في الدنيا قبل الآخرة الذي يرفع الإنسان أمران التواضع جزاك الله خيرا حبيبي وابن حبيبي يذكرنا الشيخ هاني ابن الشيخ هشام الحمصي عليه سحائب رحمة الله يذكرنا من تواضع لله رفعه وهنا تذكرت الشيخ هشام الحمصي عليه سحائب الرحمة هذا العالم الخطيب الأديب الأريب كان من تواضعه لا يقبل أحد أن يقبل يده مع أنه والله تقبل يد هذا الرجل العالم تواضع جدا وما كان يقبل هو أستاذ هو يقول لك أنا رغم أنه علامة مو بس أستاذ الأساتذة رحمه الله تعالى كان متواضعا فرفع الله قدره أما اللي بتصلبط على الناس ويشوف حاله على الناس كذا لا أبدا أبدا هذه بدك الله يكرمك بدك تكون جواتك متواضع الإمام الغزالي ذكرت الآن مقولة يقول إن هناك تواضع كبرا في التواضع يعني الله خلينا ياكم نحن شعرة بصدركم نحن حسنة من حسناتكم هذا نوع من أحيانا يقول الإمام الغزالي كبر في التواضع أو واحد بيكتب لك مثلا أحقر من في الورى وأحقر من ترى كذا قالوا إنه التواضع هذا إذا لو جعلته بينك وبين الله كان أولى أذكر في أحد علماء الأزهر وكان من أكابر العلماء توفي في تقريبا سبعينيات القرن العشرين اسمه محي الدين عبد الحميد وكان متخصصا في اللغة العربية رحمه الله تعالى فكان يكتب على كتبه يكتب هو حقق شذور الذهب وحقق مغني اللبيب كذا شو كاتب؟ كاتب على كتبه المعتز بالله لكن ما هو بيقول لهم أنا وأنا وأنا وشوف حاله كذا أو واحد يكتب على باب بيته ننزل فضيلة العلامة الحبر البحر الفهامة سيدي كاتب على باب بيته لوحة نحاسية الله هو بيعرف ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى طيب اللهم صل على سيدنا رسول الله إذن الذي يرفع الإنسان في الدنيا أولا التواضع ثانيا يا طارق الخير قضاء حوائج الناس وهذه هامة جدا جدا بدك الله عز وجل يرفع قدرك في الدنيا هون في الدنيا اقضي حاجات الناس الناس ما قال حوائج المسلمين وأنت قادر يعني أنت ما عندك مال ممكن ما عندك وعليك ديون والتزامات وجاءك إنسان طلب منك شفاعة تعرف فلانا يعني تصدى لقضاء حاجته
الله عز وجل ييسر أمرك ويلين قلبك ويقضي حاجتك، وهي مجربة. يعني أنا الآن ما عم بحكي فعلا، الله عز وجل بده يكرمك وبدك تعرف مكانتك في الدنيا، تواضع، لا تشوف حالك لا بمالك ولا سؤال. الله هو الغني، لكن أغنى الأغنياء لما بده ينام، ما عم نحكي عن الموت، لما بده ينام وين كيف بينام؟ لو تخته سريره من ذهب الخالص بده ينام متر بمترين. لما بده يأكل أطيب الطعام، لو أكل ذهب وفرش أسنانه بذهب، تمام؟ شو بده الذهب، شو بده يتحول؟ تعرف شو بده يتحول؟ ما بيأكل أكثر من حجم معدته. فالإنسان بده يرفع قدره، ما بيروح بيطلب من الناس بيقول لهم أنا يعني كذا وكذا وأنا وأنا و... الله بيعرف، هو بيعرف، هو أعلم بمن اتقى. رفع قدرك، تواضع، والتواضع حكيت لكم شيء قلبي معنوي. أما واحد يحتقر الناس هيك، هذا شيء مو هو عنده مال، ففكر حاله بيفهم بالاقتصاد، بيفهم بالسياسة، بيفهم بالفلسفة، بكل شيء. مو عند الدراهم مراهم. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، عفوا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول أبت الدراهم إلا أن تمد أعناقها. إذا ضحك الكل بده يضحك، إذا بكى الكل بده يزعل، إذا حكى نكتة سخيفة الكل بده يضحك، إذا أي شيء. هذا خطأ. الذي يرفع قدر الإنسان أن يكون قريبا من الديان، أن يكون واصلا قلبه بالله سبحانه وتعالى، هذا الأصل. أما إذا واحد عنده شوية مال شوف حاله على العالم. في واحد أحيانا الله عز وجل عطاه حظ من المال قليل، أو حظ من المعرفة قليل، أو شوف حاله. لا، مكانتك في الدنيا أن تتواضع، فكلما ازددت علما ازددت تواضعا، لأنك تعرف نفسك. شوفوا الإنسان العالم والإنسان اللي سبحان الله اللي عنده ثقة بالله عز وجل ثم بنفسه بتواضع أكثر. حكيت لكم مرة، أكثر من مرة، في قائد عربي اسمه المهلب، شغلة كبيرة كثير يعني، مرة بالحسن البصري. الحسن البصري يعني مثل ما بيقولوا ما قبضه بالشام، يعني عادي، أهلا وسهلا خير إن شاء الله. قالوا أما تعرفوني، ما تعرفين أنا؟ قالوا أعرفك. قال له أنت أولك نطفة مذيرة. الإنسان شو أوله؟ نطفة. وآخرك لما بيموت الإنسان شو؟ جيفة نتنة. آخر الإنسان إذا بيموت تطلع ريحته، بيأكله الدود اللي ببطنه. وما بينهما بالدنيا قبل ما يموت تحمله العذرة. واحد إنسان إذا صار معي لطيف ارتخاء بالعضلات أو بالمثاني، يعني بصير معه تهريب إما وأنتم كرامة بالبول أو بالغائط، شو بصير؟ بيهرب الحوالي. على شو شايف حالك؟ يقول الحسن البصري عجبت لمن يغسل فضلاته بيده في اليوم كيف يتكبر. على شو شايف حاله الإنسان؟ قال فإذا أردت أن يرفعك الله يرفعك باثنتين، بالتواضع وقضاء حوائج الناس. امشي ساعد الناس، الشفاعة عندك، شفاعة يعني، شفاعة يعني منزلة، بتعرف فلان احكي مع فلان حصل له عمل، فلان ساعدته بعلاج، فلان ساعدته بزواج، شفاعة. ما عندك مال لكن تملك الشفاعة. كل واحد منا قادر على قضاء حوائج الناس ضمن استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن يا طارق، أمران لا يدومان عند الإنسان، شبابه وقوته، ثانيا أمران يرفعان ينفعان كل إنسان، حسن الخلق حكينا عنه وسماحة النفس، وأمران يرفعان من شأن الإنسان في الدنيا التواضع وقضاء حوائج الناس. وأختم، وأمران اثنان يرفعان البلاء. الآن البلاء موجود بالعالم كله. الغني يشكو كساد أسواقه، الله هو الغني، والفقير زعلان أموره ما عم تمشي، وهذا عنده مرض، وهذا عنده مصيبة، وهذا خايف، وهذا عنده مليارات بس خايف ياخدوها منه، والتاني ما عنده بده يصير مثل فلان، ما في رضا. ففي بلاء. ما الذي يرفع البلاء؟ وأمران اثنان يرفعان البلاء. أول وحدة الصدقة، وثانيا وصلة الرحم. بدك الله عز وجل يكرمك بالدنيا وخايف من شيء، مبتلى بأمر،
تصدق بأي شيء، أي شيء، أي شيء، حتى لو صحن أكل، حتى لو ربطة خبز، حتى لو نصف تمرة. النبي قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا اللي عنده تمرة واحدة، مو اللي عنده ملايين. طيب، الصدقة تطفئ غضب الرب، جاء في الحديث الصحيح: إن كل عبد يستظل يوم القيامة تحت ظل بظل صدقته. الصدقة بس لله، مو يصور على الانستغرام وعلى الفيسبوك والمحسن الكبير والصغير وما لا، إلا إذا كان هو عنده من البطولة ومن الإخلاص يقصد بهذا حتى يشجع غيره، هذا أعمال القلوب أنا وغيري لا يتدخل فيها. لكن الأصل إن تبدو الصدقات، الله قال فنعمة هي، ما في مشكلة، لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كمالة الآية: والله بما تعملون خبير. الصدقة بترفع البلاء، قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء. إذن الذي يرفع البلاء يا طارق، أولا الصدقة. والصدقة مشتقة من الصدق. منين جت كلمة صدقة؟ من الصدق. ممكن في واحد يقول: أخي أنا بصلي 1000 ركعة ما عندي مشكلة، بصوم ما عندي مشكلة، دايت هذا هيلثي، خير إن شاء الله، بس إنه أعطانا هيك بدنا، لا أختك الفقيرة ساعدها كذا، ليش ما بتشتغل، جوزة ما بيشتغل، لا هدول حكوا علي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. طيب شو كمالة الآية؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا الذي يرفع البلاء الصدقة. ثانيا صلة الرحم، وهذه الحالة بدها درس. من أحب، هيك النبي قال عليه الصلاة والسلام، أن يبسط له في رزقه، بدك الله يوسع عليك برزقك، نحن كلها لك زودوا الراتب، حطوا البونص وكذا، كلنا ذاك الإنسان عنا التزامات وعنا كذا، بدك الله يزود لك. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، بدك الله يزود لك رزقك، وينسأ في رواية ويزاد له في أثره، وفي رواية في عمره، بدك الله يزود لك عمرك، فليصل رحمه. هي مقابلات حكينا عنها بداية الدرس، متقابلات. بدك الله عز وجل يوسع عليك برزقك، صل رحمك. الرحم درجات، الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة. أنت ابدأ بمن حولك، بأولادك، بزوجك، بإخوانك، بأبناء إخوانك، بأخواتك، بأبناء أخواتك، أهلك، عمك، عمتك، خالتك، كل واحد على حسب الصلة. هلأ بتقلي القرايب يعني للأسف عقارب وعم يؤذوني، هون إشكالية. قد يكون الإنسان من كبار أولياء الله وأخوه تاجر مخدرات أو لسانه رزيل أو بيخجل، يساوي له بلوك، بيلاقي ما بدي أتعرف عليه. هاد شيء مختلف تماما عن الذي أتكلم عنه. يعني قد العائلة ليسوا كلهم أنبياء، في العائلة متفاوتة، في واحد ملتزم غير ملتزم، أخلاق من أهل الفضل من أمثالكم، في واحد من الطرف الثاني. فأحيانا أنت بتخجل من هؤلاء يعني مشان ما يجيبوا لك مشاكل، خاصة الآن العالم مو قرية صغيرة، العالم صار موبايل، يعني كله مجموع بجهاز واحد. فأنت ما بتتشرف أنه واحد مثلا سمعته مو لطيفة، أو نصاب عم يأخذ مصاري من العالم ينصب عليهم وأنت مو هيك. فأنت هون في أمران، عندنا فيه أمران، نقول في أمرين لكن فيه أمران إذا حطينا ضمير. الأمر الأول إذا كان يتعلق بحقوق الناس، بدك تبين وتقول: هذا مثلا أخي أنا ما لا يمثلني في أي معاملة تجارية، ابن عمي، ابن عمي على عيني وراسي، لكن أنا لا يمثلني، ما بعرفه، أنا ماني مسؤول. إلا إذا كان الأمر يتعلق بالسؤال، واحد سألك قال لك أنا بدي أزوج بنتي لفلان وكان من أقربائك، بدك تقول لهم: هذا عصبي، بخيل، ما بيصلي، لسانه غير منضبط. بدك إذا بتعرف بتسكت، حرام، الغيبة حرام، لكن في القدح والتعديل عفوا في الجرح والتعديل في مسألة الزواج أو الشراكة، بدك تقول إنه فلان هيك، أنا جيت سألتك تنبه، أما مو بتسكت هذا لا يجوز. طيب إذا نعيد يا طارق، اليوم طولنا عليك على أساس ما بدنا نطول. اثنان أمراني
لا يدومان عند الإنسان، شبابه وقوته، وأمران ينفعان الإنسان، حسن الخلق وسماحة النفس، وأمران يرفعان الإنسان، تواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يرفعان البلاء عن الإنسان، الصدقة وصلة الرحيم. اللهم يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك بإسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا مغفرة عامة شاملة، وأن تتوب علينا، وأن تبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأن تبارك لنا في شعبان، وأن تبلغنا رمضان، وأن تعيننا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن تدخلنا الجنة بسلام. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا.